السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة السابقة أنهينا موضوع الإمبروبر إنتيجرال. Another two example about the improper integral. لو سألتك the improper integral from 2 ل 11 dx over the square root x minus 2 تكعيب وأعطتك إجابات، كيف رح نختار الإجابة الصح؟ أول إشي بطلع على هذا التكامل، واضح إنه improper بسبب not continuous at x equal 2. كتبنا التعريف L approaches to from the right، التكامل from L to 11. هلأ رح نكمل السؤال. هذا سؤال تكامل، فصار إنه هو عبارة عن limit L approaches to from the right. رح أكمل هذا المقدار، هذا المقدار linear، فلما أكمله x minus 2 للقوة سالب 3 على 2 زائد 1 سالب نص في سالب 2، حدود التكامل من L ل 11. So this is equal limit L approaches to from the right. رح أعوض بحدود التكامل السالب 2 لبرا في 1 على 11 ناقص 2 9، 1 على جذر 9 ناقص 1، واضح كيف كملناها، رفعتها لفوق ناقص 3 على 2 وجمعت 1 ناقص 1 على جذر L minus 2. هاي النهاية رقم سالب في سالب موجب، عوض as L approaches 2 from the right، so 2 minus 2 0 minus، فالجواب حيكون infinity. معناته أي جواب رح نختار؟ رح نختار جواب إنه diverges. Another example، the integral from 1 to infinity 4 dx over the square root الجذر الخامس لx قوة 7. هذا يمكن أحله بطريقتين، ممكن أحله by the definition لأنه improper، وممكن أطبق القاعدة. لاحظ كم الـ b 7 على 5، مدام 7 على 5 معناته أكبر من 1، معناته هذا التكامل رح يكون converge to 4 على 7 على 5 minus 1، so this is equal 4 على 7 على 5 ناقص 1 اللي هي عبارة عن 2 على 5 اللي هي بتساوي عنا 4 على 2 على 5 اللي هي 20 على 2 اللي هي 10. معناته أي جواب رح نختار؟ أعطانا إنه converge لأربعة، رح نختار إنها converge لعشرة. إذن في النهاية قدرنا نميز متى التكامل improper وكيف في إمكاننا إنه نتعامل مع الامبروبر انتيجرال. رح نبدأ إن شاء الله الآن موضوع جديد اللي هو السيكونسز. في موضوعنا اليوم السيكونسز بدنا نجاوب على السؤالين، What do we mean about a sequence؟ ما هي السيكونس؟ والسؤال الثاني اللي بدنا نجاوب عليه، ما معنى السيكونس كونفيرج وما معنى أن تكون السيكونس دايفيرج؟ قبل ما نبدأ في موضوع السيكونس بدنا نتذكر remember بعض الأشياء في الليمت اللي أخذناها ب 101. أخذنا قاعدة إنه ليمت 1 plus a على x to the power x as x approaches infinity بتساوي e للقوة a، بحيث هي a تنتمي إلى r. يعني لو سألتك ليمت 1 زائد 3 على x to the power x as x approaches infinity الجواب e تكعيب. limit e to the power x as x approaches infinity infinity، لاحظ هاي الفانكشن e to the power x، ال e to the power x هو increasing function as x become very large الجراف عم بيروح للانفينيتي. and limit e to the power x as x approaches minus infinity واضح انه الجراف بقترب زيرو. بدنا نتذكر من 101 لوبيتال رول متى بستخدمها، اذا كان ناتج التعويض 0 over 0 or infinity over infinity. For example limit لن ال x over x لو عوضت رح يطلع ناتج التعويض infinity over infinity. نستطيع تطبيق لوبيتال limit x approaches infinity. ما هي مشتقة لن ال x؟ 1 على x. وما هي مشتقة ال x؟ 1. عوض 1 على ما لا نهاية 0. برضو نتذكر أشياء من ال limit، إنه لو كان عندنا سؤال x approaches infinity 1 plus x تكعيب على 2 minus x تكعيب، ناتج التعويض infinity over infinity بإمكانك تطبق لوبيتال، أو كنا نحكي إذا كان عندنا polynomial over polynomial. لاحظ إنه degree البص بتساوي degree المقام، في النهاية بدها تكون الكوفيشنت، فهون 1 وهون minus 1، إذن الجواب minus 1.
هاي الأشياء من 101 لازم نتذكرها. رح نبدأ هلأ نعرف what we mean about a sequence. A sequence هي متتالية, is a function. وما دام عم نحكي عن function معناته في هذا الاقتران domain وأكيد حيكون له range. ما هو الدومين لهذا الفانكشن؟ هو a set of natural number, وتحديدا ما هي الناتشرال نمبر؟ هي positive integer number. وهذا notation للsequence. نفهم التعريف بمثال. لو أخذت هذا sequence 1 1/2 12, يعني هاي sequence بقدر أكتبها الحد العام 1 على n. ما هو الاقتران؟ f ال n بطل اسمه f ال x. بالأول كنا نحكي عن الاقتران العادي f ال x, هلا f ال n لأنه مجاله natural number هو 1 على n. now الدومين هو natural number, يعني هذا الواحد هو صورة ال 1 f ال 1, يعني بمعنى تاني هذا هو عبارة عن العنصر الأول. مين النص؟ هي عبارة عن f 2 اللي هي فعليا تمثل a 2. فهذا الفونكشن عم بيعمل mapping إنه الواحد هي صورة الوان, التنين صورة التنين, التلت هي عبارة عن F التلاتة, وفعليا هي A3 العنصر الثالث. فهي هي السيكونس. لو رسمنا هاي السيكونس, الواحد صورته 1, التنين صورتها نص, التلاتة صورتها تلت. كل ما زادت N, لاحظ إنه حدود السيكونس تقترب لوين؟ للصفر. هلأ هاي السيكونس رح نقول عنها كونفيرج للزيرو. فكلمة الكونفيرج للسيكونس تختلف عن الكونفيرج للإمبروبر, ولا نستطيع إنك تعمل ليهم بخط بينهم زي الفانكشن, لسبب إنه الدومين هو الناتشورال نمبر. أوكي, another example. لو أخذنا السيكونس 1 4 9 and so on, لاحظ الواحد هو f ال 1. ما هي هاي السيكونس؟ ما هو الاقتران f ال n؟ واضح للكل هو عبارة عن n تربيع. فالفانكشن f ال n هو عبارة عن n تربيع, فالدومين الناتشورال الرينج حيكون سبست من r. الأربعة هي صورة التنين and so on, هاي ال a1 وال a2. لاحظ هاي السيكونس, هاي الواحد 2 3 4. كل ما زادت حدود السيكونس, السيكونس عم بتروح للمالانهاية, فرح نقول عن هاي دايفرج. فشكل السيكونس قدرنا نجاوب على أول سؤال, ما هي السيكونس؟ maybe إنه السيكونس يكون فيها حدود موجبة وسالبة, minus 1 1 minus 1, هاي also سيكونس اللي هي هاي هي نفسها minus 1 to the power n, n from 1 to infinity. ما هو الاقتران f ال n؟ هذا بمثل الاقتران f ال n, هذا العنصر f ال 1 f ال 2, فهذا a1 a2 a3 and so on. لاحظ هاي السيكونس لو بدي اوجد لها النهاية, النهاية does not exist لانه دائما حدودها عم تتراوح between minus 1 and 1, يعني ال odd term عم بتروح للسالب 1 والeven term عم بتروح لل 1. So, جوابنا ما هي السيكونس وكيف الشكل بيكون عنا. هلأ لاحظ حكينا انه هاي السيكونس لما بتزداد الحدود عم تقترب للصفر, رح نقول كونفيرج. لكن هاي ان تربيع دايفيرج. فبدنا نعرف مصطلح جديد. So, definition. السيكونس an, كلنا عارفين شو هي السيكونس وكيف شكلها. A set to converge to a limit L. بحسب الليمت, فإذا النهاية كانت موجودة فهي converge, وإذا كانت النهاية غير موجودة رح نقول عنها diverge. إذا مختصر عشان نجاوب إنها converge or diverge, مجرد إنك so given an, فالسؤال هل هي converge or diverge؟ شو رح نعمل عشان نجاوب على هذا السؤال؟ We evaluate limit an as n approaches infinity. قدامي حالتين, إذا كانت هالنهاية موجودة فرح نحكم إنه sequence converge, وإذا كانت النهاية does not exist شو رح نحكم؟ إنه النهاية إنه sequence diverge. فهذا هو التعريف اللي عنا.
So for example بدنا نحدد determine whether the sequence converge or diverge عشان نجاوب على هذا السؤال عن طريق النهاية، وعشان هيك حكينا لازم نكون عارفين النهايات من 101. رح اضطر احسب النهاية لهذا المقدار limit n over n زائد 3 as n approaches infinity. اصبح سؤال نهاية بالاقتران لما كنت تحل النهاية بدل الـ variable n كان x، ما رح يفرق الوضع. التعويض infinity over infinity بإمكانك تطبق له مثال، أو درجة البسط تساوي درجة المقام من 101 في النهاية المعاملات، فالجواب واحد. إذا حسب التعريف النهاية موجودة، شو رح نقول عن هاي السيكونس؟ إنها converge لوين؟ للواحد. Another example limit برضو هاي السيكونس الموجودة عندنا هذا الاقتران F ال N، عشان نجاوب إنها converge or diverge رح أضطر أخذ النهاية عند الانفينيتي. برضو عندنا polynomial over polynomial، لكن لاحظ درجة البسط أكبر من المقام، فالبسط حيتصرف زي 2N تربيع والمقام رح يتصرف زي 3N، فلما أعوض رح يطلع ناتج تعويض انفينيتي. ولو طبقنا لوبيتال نفس الاشي، معناته الجواب مش رقم. شو رح نحكم عن هاي السيكونس اللي نحكي عنها؟ انها دايفيرج. another example برضو بولونوميال، يعني هون عنا بولونوميال over بولونوميال. لو اخذنا limit n to the power 4 plus 2n square plus 1 over n في n square زائد 1 as n approaches infinity، كم درجة البسط؟ 4 والمقام 3، معناته البسط حيكون أقوى من المقام، أو البسط حيتصرف زي N قوة 4 والمقام رح يتصرف زي N تكعيب، فالجواب infinity. إحنا أخذنا بقاعدة ب 101 إذا كانت الديجري أكبر بيكون الجواب إما infinity or minus infinity، فشو رح يكون حكمنا على هاي؟ diverge. لو غيرنا السؤال 3 كتبنا البسط هو N في N square plus 1 على n to the power 4 plus 2 n square plus 1، أصبحت درجة البسط أقل من درجة المقام. فلو حاولت إنك تحسب limit n n square plus 1 على n to the power 4 plus 2 n square plus 1 as n approaches infinity، درجة البسط أقل من المقام، فالجواب 0. فهاي السيكونس رح نحكم عليها إنها what؟ إنها converge. وconverge لوين؟ للصفر. اوكي إيه لو اخذنا السيكونس باي تو ذا باور ان على 5 للقوه ان، اي سؤال عشان نجاوب عليه؟ لاحظ انه بدك تراجع النهايات، انك مجرد فقط تحسب النهايه وبناء على جواب النهايه بتاخذ قرارك، القرار تاعك. سو ليميت باي على 5 تو ذا باور ان as n approaches infinity. لاحظ قيمه البي، اخذنا في 101 الفانكشن بي للقوه اكس، كم قيمه البي؟ باي على 5. الباي على 5 أقل من 1، فهذا الاقتران رح يكون decreasing function. لما تكون البي أقل من 1 وأكبر من 0 رح يكون decreasing function، لأنه الباي هي 3.14 على 5 فهي أقل من 1. فلاحظ as x approaches infinity الجراف لوين عم بيقترب؟ للصفر. معناته شو رح نحكم على هاي السيكونس؟ رح نقول إنها converge لوين؟ to 0. اوكي another example لو عكسنا 5 to the power n over pi to the power n as n، لاحظ هذا الاقتران اصبح increasing function، اصبح increasing function بهاي الطريقة، لانه ال b اكبر من 1، وبالتالي لما تجد النهاية 5 to the power n over pi للقوة n أصبح البسط أكبر من المقام فهو متزايد، لما ال n approaches infinity عم بروح للإنفينيتي، فهذه السيكونس شو رح نحكم عليها؟ diverge. another example هل هي converge or diverge؟ أكيد رح أضطر أحسب النهاية limit n إلى القوة سالب n، بدي أكتبها في المقام. لما أجي أعوض infinity over infinity، هذا الكلام بذكرنا أنه نستخدم لوبيتال، كنا بالأول نسميها x، نعم بدي أشتق ال n اللي هي 1 و e قوة n e to the power n،
بعوض 1 على انفينيتي الجواب 0، معناته شو رح نحكم على هاي السيكونس؟ انها كونفيرج لوين؟ للصفر. Another example، هاي سيكونس بدي احدد هل هي كونفيرج اور دايفيرج. ما في قدامنا عشان نجاوب على هذا السؤال الا طريقه واحده، انه احسب الليمت، فايند ذا ليمت. ليمت ان بروشز انفينيتي 1 بلس 2 over n to the power n. حسب القاعدة اللي أخذناها ب 101، هاي إيش بتساوي جوابها؟ E تربيع. معناته هاي السيكونس شو رح نحكم عنها عليها؟ إنها converge لوين؟ هاي قيمة الـ A. لو كان عندنا another sequence بنفس الطريقة عشان نجاوب converge or diverge، رح أضطر أحسب النهاية n approaches infinity n plus 2 على n زائد 3 للقوة n. تخيل عدم وجود ال n converge to 1، لكن وجود ال n رح يعطينا indeterminate form، فبدي أحاول أحل هذا السؤال. So limit n approaches infinity، لو قسمت البسط والمقام على n، أو خذ من البسط n عامل مشترك وخذ من المقام n عامل مشترك، كلها للقوة n. هلأ هاي مع هاي بتروح النهاية، بقدر أوزع الباور على البسط والمقام. لو وزعتها على البسط حسب النظرية اللي أخذناها ب 101، البسط نهايته E تربيع والمقام E تكعيب، معناته الجواب 1 على E. معناته هاي السيكونس رح نقول إنها converge لوين؟ لواحد على E، اللي هي نفسها E to the power minus 1. Another example، cosine n by. تعالوا نشوف كيف هاي حدود السيكونس. لو بدنا نلاقي صورة الواحد، صورة الواحد cosine الباي minus 1، صورة التنين cosine 2 by 1، إذن هاي سالب 1 فعليا هي f ال 1. وما هو الاقتران f ال n اللي عم بعوض فيه؟ f ال n هو cosine n by، هذا هو الفونكشن. هاي الدومين الناتشرال، هاي الصور، فهذا المقدار هو f ال 1، هذا المقدار هو f التنين، f التلاتة سالب 1، f الأربعة 1، and so on. فلاحظ هاي السيكونس الليمت إلها does not exist، لأنه الأود تيرم عم بتروح للسالب 1 والإيفن تيرم عم بتروح للواحد. يعني هذا بذكرنا نوعا ما باقتران الساين، إنه بيتذبذب بين الماينس 1 والوان، وبالتالي هذه السيكونس رح نحكم عنها إنها وات دايفيرج. يعني قد يكون في السيكونس حدود سالبة وموجبة. هلأ سالب 1 قوة N هي نفس حدود هاي السيكونس، يعني لو كان الفونكشن F ال N هو ماينس 1 to the power N، ما هي صورة الواحد؟ سالب 1. صورة التنين هاي عوض، صورة التنين سالب 1 تربيع. فلاحظ انه الاود تيرم للماينس 1 عم بتروح والايفن تيرم عم بتروح لل1، فرح نحكم عنها دايفيرج. لكن لو كانت السيكونس كل التيرمز الها ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1، صار السيكونس رح تكون كونفيرج. هاي السيكونس سوف تكون converge، لأن الليمت إلها as n approaches infinity minus 1. لو أخذنا السيكونس cosine by على n، limit cosine by على n as n approaches infinity، رح أعوض cosine الباي over infinity، باي over infinity صفر، فcosine is 0 equal 1. مدام كوساين 0 1، معناته هاي السيكونس رح نقول عنها انها كونفيرج لوين؟ للواحد. لو اعطيتك فور اكزامبل السيكونس 3 ان تربيع بلس 2 ان بلس 1 اوفر اي ان سكوير بلس 2 كونفيرج للستة، اعطيتك الجواب بدي قيمة اي. شو معنى انها كونفيرج للستة؟ معنى الكلام انه ليميت 3 ان تربيع زائد 2 ان بلس 1 over a n square plus 2 بتساوي 6. هلأ لاحظ درجة البسط بتساوي درجة المقام، فالنهاية هي المعاملات. معناته 3 على a
بتساوي 6، ومنها 6 A بتساوي 3، معناته ال A بتساوي نص. إذا بالنهاية اللي بدنا نعرفه اليوم بالمحاضرة، اللي عرفناه اليوم بالمحاضرة نقطتين: النقطة الأولى ما هي السيكونس، النقطة الأولى ما هي السيكونس، السيكونس، والنقطة الثانية كيف نحدد إنه if you are given a sequence AN كيف تحدد أنها converge or diverge. لتحديد انها converge or diverge نجد الليمت، فاذا كانت الليمت لل AN exist استطعنا انه نحكم عليها converge، واذا كانت الليمت does not exist استطعنا انه نحكم انه sequence diverge. بضل علينا كمان موضوع بالسيكونس اللي هو اخر موضوع داخل معنا في مادة الفيرست، اللي هو المونوتون سيكونس. فالمحاضرة القادمة هي اخر موضوع اللي رح نشرحه، اللي هو لنهايته بتكون نهاية مادة الفيرست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.